شوفي الخانم وين رايحه بصاص العيالي. وين رايحه؟ امي الله يخليكي، انا ما عاد لي قاعده هون، حاسه حالي تقلي الجبل على قلبكم. سريها ما بتعرف الا الساعه عزمتي؟ امي قولي له انا مالي راح اتجوز، واذا طلقني كتر خيره، واذا ما طلقني ما راح يتغير شيء، لاني ما راح اتجوز بحياتي. ايه هتفوت احسن ما تصرف تصرف غلط. ها امي قولي له الله يخلي لا يزيد على قلبي، انا اللي فيني مكفيني، خليني روح وتخلصوا من همي. اذا ما بده يعني ليش قاعده هون؟ امي سمعتي شو عمل لي؟ خليها تفوت ما بدي نمل علينا العالم باخر الليالي. افهمنا بقى انت وياها لسه شو بدنا بيناتكم؟ قولي له قولي له قولي له قولي له، فوتوا بقى اختاروا عند هالمساء. فوتي لجوا فوتي. الحمد لله، هوياتكم يا شباب، مبارك للعروسين، سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. والضالين آمين. بالرفاء والبنين إن شاء الله. شوفي الشباب شو بيشربوا. تشربوا شيء؟ أنا بستأذن وراي شغل. السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامة. الله معك. بدك شي استاذ؟ وين رايحين؟ رايحين انا وعبود نصرنا بشي قرني. يلا راي معكم انا معناتها. خليك مع عروس طارق ان شاء الله. الف مبروك. عود خليك مع عود. لا لا معلش يلا برو معكم معك. خليك مع عروس طارق. قويتها ان شاء الله. الف مبروك. يقطعوا راسك. يا الله يا سونا اني بحبك بسعر بنتي، بس الرجال ما بيتعاند. امي انت مو بتقولي لي انا مثل بنتك؟ طيب انصحيني قولي لي شو اعمل. والله انا حبيته من كل قلبي لجمال، وبتمنى يسامحني. والله اذا سامحني لا عيش مثل الخدامه الك وإله. حشاكي يا بنتي، بس انا شو بدي بالدنيا غير مصلحتكم؟ بس انت اسمعي كلمتي وكني وعدي ادميه، وبدي اياك تأرجي انك بتحبيه من بعيد لبعيد. شلون يعني؟ ها قلتي لي شلون وانا راح اعلمك. اول شغله بدي اياكي قد ما تنتور بوشك وقد ما طلع خلقه عليكي ما تردي له جواب، هي شغله. والثانيه انه يعني اذا شفتيه قاعد على التلفزيون مثلا من كاسه عصير من فنجان قهوه من صحن فواكه حتى لو ما قرب عليهم، قولي حالك مو شايفتي ليشي له اياهم. بعدين في شغله كثير مهمه انت مالك منتبهه عليها، اوعي من قميص بكوي له اياه من بنطلون بعلق له اياه هيك. والاهم من كل هالشي بدي اياك ترتبي لي حالك وتنظفي حالك، وكل يوم كل يوم تتمكيشي وتعملي له احلى شي عندك كانك عروس بليله عرسها، عرفتي شلون؟ وتركي الباقي على ام جمال. الله يرضى عليكي، ومسحي وشك بالرحمن وغيري ثيابك وتعالي. حاضر